السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد معايا في القناة. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم طبق مغربي تقليدي اللي هو رفيسة الدجاج. كنبدأ في المرحلة الأولى أنني غادي نشرم الدجاج. نبداو بسم الله في المقادير ديال الشرمولة. عندي دجاجة كبيرة الوزن ديال تقريبا 2.5 كيلو. عندي معلقة كبيرة ديال السكينجبير، معلقة كبيرة ديال الخرقوم، نص معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة كبيرة مع مرش ديال المطاط، نص معلقة صغيرة ديال الملح، عندي معلقة كبيرة مع مرش ديال القزبر المطحون، وستة الفصوص ديال الثومة محكوكين، والماء باش نخلطو الشرمولة ديالنا. نبداو بسم الله مع الطريقة. عندي كناخد هنايا الثومة، زدت عليها الملح، زدت عليها السكينجبير، كنزيد عليها البزار، كنزيد الخرقوم، القزبر المطحون، المطاط، وكنجمعهم بواحد شويه ديال الماء. اوكي، كنجمع الشرموله. الشرموله ها هي هذه، خلطتها. دابا كناخد الدجاجه ديالي، كنبدا كنصاوب ليها الشرموله، كندخلها تحت الجلده باش كتدخل فيها مزيان هكا. كاين اللي كيبغي كيزيد معلقه ديال مسخن او راس الحانوت كيزيدهم في الشرموله، انا كنفضل نخليها حتى كنديرها في المرقه، المرق ديال الرفيسه. حتى هاد الجنيبات هادو كيف كتشوفوا، حتى هادو كنبقى كندخل فيهم الشرموله ديالي. كنحاول انني كنشرملها كامله مزيان من داخل في الجناب ديالها باش ديك كتشرب ديك الشرموله مزيان. بعد ما كنشرملها كيف قلت لكم كندخل فيها الشرموله مزيان، كنخليها في الثلاجه، كنغطيها بفيلم اليمونطا وكنخليها كترتاح حتى الصباح عاد كنطيبها، كنخليها كتبات ليله كامله في هذا الترقيد عندي، والصباح عاد كندوز كنطيبها. بعد ما رقدنا الدجاجه ديالنا رقدناها في الشرموله، دابا غادي ندوزو نعجنو التريد او المسمن ديال الرفيسه بواحد الطريقه اللي هي سهله جدا. كنحتاجو في المقادير جوج لايفونس ديال الفورس مع جوج لايفونس ديال الفينو او دقيق القرنحصر مع رشيشه ديال الملح وما بارد للعجن. نبداو بسم الله نعجنو العجينه ديال المسمن. درت هنايا غادي نخدم الروبو، غادي نزيد عليها الماء ودي نحاول انني ندلكها مدة 10 حتى 15 دقيقة. نعجنها العجينة من بعد ما جمعتها هي هادي، انتم كيف كتشوفوا كنخليها قاصحة ماشي بحال العجينة ديال المسمن العادي كنخليوها مرخوفة. دابا كندهنها شوية بالزيت، كندهنها شوية حتى بالزيت، كنديرها بلاستيكة. باش كنديرها في البلاستيكة كنحاول انني كنخرج منها كاع الهواء اللي كاين، ما كنخليش الهواء. وكنغطيها وكنخليها ترتاح مدة ما بين نص ساعة حتى الساعة ديال المكانة، كنخليها كترتاح على حساب الوقت اللي عندنا، المهم أقل ما كاين نخليوها ترتاح نصف ساعة. هنا العجينة أنا خليتها ارتاحت تقريبا ساعتين، المهم كيف قلت لكم أقل حاجة هي ترتاح نصف ساعة. دابا هنايا العجينة قبل ما كنجبدها ميكا كنبقى كندير ليها هكا على هاد الشكل، هذا هو التليك اللي كندلكها هكا بهذا الشكل هكا.
اوكي باش العجينه كتعطيني الطول انني كنخدم بها. دابا كناخد العجينه نتوما كيف كتشوفوا كرجعت عندي ها هي بيكات مزيان، كناخدها كنبقى كندير منها كويرات هاد الشكل هذا. كنحاول انني كندير كويرات كبار، ماشي ضروري يكونوا صغيرين حيت الطريقه اللي عندي تجي طريقه سريعه، كندير فيها كويرات كبار ماشي بحال الكويرات اللي كنديروا ديال التريس كيكونوا صغيرين. غادي ندير كويرات كبار باش يسير بهم ضيع. انا ساليت الكوار ديال التريس كنكورو على هاد الشكل هذا، كويرات كيكونوا كبار يعني ما كيكونوش صغار باش ما كيعيونيش وما كيجيش الوقت طويل باش كنصابهم في اسرع وقت ممكن. دابا كنغطيهم بالفيلم اليمونتير وكنخليهم كيرتاحوا مده ربع ساعه حتى لنصف ساعه، الوقت اللي كنوجد المرق ديال الرفيسه. ديك الدجاجه اللي شرمت في الليل كناخذها كنبقى كنتشكها مزيان بالكوردون باش ما كتبقاش طرطق ليا في الثياب، كنتشكها مزيان هكا. ونيت حتى باش ديك الشرموله كتدخل فيها، ديك الشرموله هي واخا بايته فيها كنزيدو كنتشكوها باش كتدخل فيها مزيان. كنربط ليها رجيلاتها. كناخذ طنجره او كوكوط، انا خديت هنا الكوكوط ولكنني ما غاديش نسدها، وكندير فيها الدجاجه على الصدر ديالها وكنشحرها واحد شويه في هذيك الشرموله فاش رقدتها. نسيت ما قلت لكمش بان كندير فيها نص كاس مخلط بين الزيت الروميه والزيت البلديه وكنشحرها مزيان. ما انا شحرت الدجاجه ديالي كنشحرها حتى كطلع شويه الماء ديالها، فاش كت هكا كنبقى كنتقبها كنزيد كنتقبها بالكوردون تهرس لي. فاش كيدخل فيها الطياب شويه كنبقى كنزيد كنتقبها بالكوردون باش ما كتطرطقش، يعني تقبتها من التحت في من السطر ديالها. دابا كنزيد عليها البصله، هنايا عندي 2 كيلو ديال البصله كنقطعها هكا كيف كتشوف، كنقطعها مشلفه انا الاشاره انا ما كنسدش عليها، كنخليها واخا في الكوكوط كنخليها حتى طيب على عافيه مهيله وما كنسدش عليها. هنايا عندي نص معلقه صغيره ديال الملحه مع 4 معالق صغيره ديال البزار كنزيدهم، واخا درت العطريه كيف كتعرفوا الرفيسه هي العطريه. كنزيد هنايا عندي الخرقوم معلقه كبيره، معلقه صغيره ديال القزبر المطحون، معلقه كبيره ديال راس الحانوت، ومعلقه كبيره مسوحه ديال سكين فيل. هنا عندي راس ديال الثومه صاين كنديرو هكا كنشرمل بالثومه وكندير راس صاين باش كيبقى للتزيين، وكنزيد ديك العطريه اللي ديك البقايا ديال الشرميله كنزيدهم اللي كانت بقات ليا من الدجاج، وكندير ربطه ديال الربيع هكا كندير لهم كميه كافيه ديال الماء. كنفضل انني كندير لهم الماء طايب كميه كافيه باش كيطيبوا على خاطرهم، وكتكون عندنا المرقه فاش كطيب حاجه على خاطرها كتكون عندنا المرقه لذيذه ما كتجيش المرقه باسمه، الكميه الكافيه وكنرجعوا كيطيبوا على عافيه مديره. دابا كنرجع لهاد التريد اللي درت او المسمن باش نورقو باش نبدا نطيب فيه. هنايا كنحتاج غير الزيت فقط، ما كندير فيه حتى شي حاجه اخرى، كندير فيه غير الزيت. كنفضل انني نخدم على الرخامه باش كتساعدني في الخدمه، كنبقى كنورق المليويه ديالي. كنخدمها غير الزيت. كنبقى كنخدمها حتى كتبقى كتبان ليا الرخامه كتبقى تبان ليا من تحت حتى كتولي عندي شفافه.
كنولي كندير لها الزيت وكنطويها. ما كندير لها لا سميده لا زبده لا حتى شي حاجه، كنصاوبها غير على هذا الشكل هذا، كنورقها غير في الزيت. غادي نحطها هنا، كندوز نصاوب الملويه الثانيه، كنعطيها غير الزيت، نصاوب الثانيه حتى هي قدامكم بهذا الشكل. فاش كنخليها كترتاح كتبدا كتعطيني الطوع في الخدمه، هي العجينه ديالها ديما راها كتكون قاصحه، ولكن واخا كتكون قاصحه هكا كنخليوها انها كترتاح مزيان باش كتعطينا الطوع. كيف كتشوفوا كنولي كنعطيها الزيت، كنطويها بنفس الطريقة. كنحتفظ بهم، كنبقى هكا مع هاد العملية حتى كنسالي دوك الكرات ديال العجينة اللي عندي كاملين. هنا عندي شوية ديال العدس وشوية ديال الحلبة، كنكون مرقداهم في الماء طايب لمدة ساعة أو ساعتين على حسب الوقت اللي عندنا الوقت الكافي. وهنايا عندي حيدت الدجاج، دابا كناخد المريقة فاش طاب الدجاج وكنبقى كنضيفها على داك العدس باش كطيب بيه. داك العدس كنطيبوه بالمريقة ديال باش طيبنا الدجاج. دابا الدجاج أنا حيدتها هادي وغادي نرجع هنايا نزيد نطيب البصله، راه كتبقى راكم عارفين البصله كتبقى شويه كيخصها تزيد طياب. وهنا خديت شويه ديال المرقه اللي نطيب فيها العدس والحلبه ديالي، كنورق المسمن ديالي باش نبدا نطيبو. كنبدا باول وحده صاوب، راني درت المقله كتسخن، نبدا كنورق كيف قلت لكم كنورق غير بالزيت. بقى كنقطع على هذا الشكل، كنورقها غير بالزيت. كنطيبهم، كنخليهم كيبانو في بلاصتهم، كنطيبهم. كيف كتشوفو كطيبو كتخدم فيها لا خميرة لا والو، مكنورقهاش أنا بالزبدة و السميدة، مع ذلك كطيبو. شوفوا ملي كتنفخ هذا دليل على انها مرقه مزيان. السر باش كتزيد كتنفخ وكتحل من الداخل هو اننا كنبقاو كنقلبوها، كنخليوها فاش كنحطوها ما كنخليوهاش طيب مزيان من تحت، كنخليوها غير تشد في راسها ونقلبوها وكنبقاو كنقلبوها هكا. الدجاجه هنا غادي ندخل هذا بعد التحمر، كنحمرها على هذا الشن هذا هو الاول، وكنولي كنقلبها. كيف انا الدجاجه هنايا ما كندهنهاش حيت في الشرموله راني كنت درت ليها المطاط. هنا التريد من بعد ما طيبته وقطعته على هذا الشكل هذا، نتوما كيف كتشوفوا كيجي رقيق، كتجي الورقه شفافه. دابا غادي نديرو يتفور، والدجاجه ديالي راني درتها كتحمر. المسمن من بعد ما فورته ندوز معكم المرحله ديال التقديم. سخون شويه، كندير الطبقه الاولى ديال التريف هكا، وكندير عليها واحد الطبقه ديال المرق ديال الرخيصه باش داك التريد اللي لداخل ما كيجينيش ناشف. ندير واحد الطبقه هكا، كنولي كنزيد الطبقه الثانيه، كنزيد الطبقه الثانيه ديال التريد.
سخون بزاف، كنولي كنزيد دابا كنولي كنزيد المرقة في داك التريد اللي الثاني، ديك الطبقة الثانية ديال التريد كنزيد فيها مريقة. كما عارفين الملاوي او التريد كيجيو ناشفين خصهم المرقة بزاف باش كيجيو باش كيطابو كيجيو زوينين في الماكلة. هاد المريقة اللي زدت انا على التريد، هذيك المرقة فاش طابت الدجاجة فاش طابت البصلة كنصفيها من البصلة باش كنبغي نحط البصلة بوحديتها، وكنبقى كنصاوب بها. دابا ندوزو للمرحلة ديال التزيين. كنجي هنا كنحط شوية ديال العدس اللي طيبت مع الحلبة، كنحطها في جوج جوانب، كيحس كاين اللي كيبغيها كاين اللي مكيبغيهاش. كنجي كنحط شويه ديال البصله اللي صفيت، حتى هي البصله علاش كنصفيها من المرقه، حتى هي اللي ما كيبغيهاش كنخليها باينه معزوله باش اللي بغاها راه كياكلها، اللي ما بغاهاش راه كتكون باينه ماشي بحال فاش كتكون مخلطه مع المرقه. ما كيصلحش اللي ما كيبغيهاش ما كيصلحلوش كيفاش يدير يعزلها. البصله ديال الرفيسه كنخليها هكا، ما كنبغيش نعسلها، كتجي هكا كتجي زوينه مزيان. فاش كتعسل كيجينا بحال كناكلو دجاج محمر عادي، هكا كتجي مزيانه مع داك المذاق ديال المسخن وديك ديك العطريه اللي كنديروا لها. هنا كنبقى نزيد كنزيد طرفات ديال الكركاع كنزين بهم. بهذا الشكل كنشوفو فين نزيدو الكركاع، البلاصه اللي ما فيهاش. التقديم النهائي ديال الرفيسه ديالي هو هذا، نتوما كيف كتشوفوا كيبقى تقديم بسيط، وكيف قلت لكم التزيين كيبقى على حساب الرغبه ديال كل واحد. الطبق ديال اليوم هو هذا، طبق مغربي تقليدي اللي دخلت عليه بزاف ديال التحسينات، كيف تنقولوا شويه ديال الاصاله ديال الاطباق المغربيه التقليديه وشويه ديال المعاصره اللي كنديروا اطباق بريستيج. انا درتو على حساب الذوق ديالي وكلها، وكيبغي يزين على حساب الذوق ديالو حتى هو. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال استحسان ديالكم، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.